طبعا من المقاطع الجميلة أيضا اللي اخترناها لكم اليوم من منصات السوشيال ميديا، حتى الحيوانات يعني بنشوف فيها كيف تتقبل الحب على بعضها. اخترنا لكم هذا الفيديو الطريف اللي راح نشوفه مع بعض، اللي ما اعرف صراحة ايش اعلق عليه. يظهر فيه صغار الماعز تتزاحم على صاحبها وجميعها تريد العناق، ما اعرف اذا هو هذا اللي دربهم او هو اللي مربيهم هو اللي بياكلهم. فعلا اول ما يجي يدخل عليهم كلهم يجوا بزحمه ينتظروا، لا ويطلعوا ياخذوا دورهم. بس الغريب بالموضوع اللي شد نظري اكثر في هذا الفيديو مو الحب اللي تظهره الحيوانات لمدربهم او اللي بيربيهم بالنهايه، لانه هذا صرنا نشوفه في جميع واغلب الحيوانات اللي بتظهر الوفاء والولاء لاصحابها. التيوس اشكالها غريبه مو مثل تيوسنا اللي موجوده هنا، يعني صراحه هذا اللي شد نظري كثير في الفيديو. يعني التيوس عندهم ودك فعلا تحضنهم، ودك يعني تربيهم، ودك ما تذبحهم ابدا. لكن التيوس اللي عندنا صراحه ما اعرف ايش اقول لكم عليها، ولكن نعيش ونشوف ايضا عالم الحيوانات. صرنا نشوف فيه اشياء غريبه جدا. هذا المقطع لزوجين من طيور اللقلاق، اللقالق أو اللقلاق جمع لقالق جمع لقلاق، إيش الكلمات الصعبة؟ اللقلق طائر اللقلق تحديدا، طبعا يحتفلوا بطريقتهم الخاصة في حصولهم على أول بيضة في العش، يعني أول ما الحرمة أو الأنثى باضت. شايفين كيف؟ سبحان الله الأنثى صلحتها أنا على طول. واو فعلا سبحان الله، نشوف يعني عالم الحيوانات ما له أول من آخر، خصوصا في مقاطعنا هذه اللي نختار لكم إياها من السوشيال ميديا. لازم نختار مقاطع تخص الحيوانات. أيضا معنا مقطع ثالث اليوم نشرته ناشونال جيوغرافيك، طبعا لطائر المانكن أحمر الرأس. هذا الطائر يؤدي رقصة المون روك، ودكم تشوفوا هذه الرقصة صراحة أنا مرة متحمسة أشوفها، وتشبه طريقة مايكل جاكسون الشهيرة جدا. السؤال مو هنا، السؤال أنه كيف قدر هذا الطائر يؤدي هذه الرقصة تحديدا، وشيء غريب، ويرقص الذكور بهذه الطريقة في فصل التزاوج. يعني يوم يجوا يتزوجوا لازم يؤدوا رقصة المونروك، هذه سحبة الرجل اللي تعرفوها، رقصة مايكل جاكسون الشهيرة. فسبحان الله حتى الحيوانات يؤدوا هذه الرقصة. فعلا نشوف أشياء غريبة عجيبة في عالم الحيوان، أول مرة أشوف مثل هذه الأخبار أو أتعلم عن الحيوانات مثل هذه الأمور اللي نشوفها ونقول فعلا سبحان الله. ونحن أكيد مكملين معاكم بفقراتنا، بس عشان ما أطول عليكم وأتكلم كثير، كيف ممكن نقرأ تزايد صناعة الألعاب الأنمي تحديدا بين الشباب والبنات؟ حتكون معنا التفاصيل بعد الفاصل.